ستال نوتريشنست واكسبرت، بدنا نسألك كم سؤال عن قصة الابس. هيدا الموضوع شو صاير بمعدتها؟ بكون هي ساتيسفايد بالشيب تبعها، اللي نحن اليوم عم نحكي عن البير شيب، بس على طول في مشكلة المعدة. اول شيء قوليلي ليه هالمشكلة موجودة بالكور تبعها؟ اوكي، نحن بنعرف انه الاشخاص اللي عندهم بير شيب بكون عندهم وراك، واذا بدك اجرين بكونوا انصح من الابر بودي، بس بمنطقة البطن عندهم خصر كثير رفيع، بس عندنا دهون شوي اذا بدك باسفل البطن، منشان هيك هن كمان بحسوا انه بدهم يروحوا الدهون من هالمنطقة. مثل ما هلا اشتغلنا اكسرسايزز، بس نحن كان هدفنا انه نشد العضلة. هلا انت بدك تقولي لي شو الاكل اللي بيناسب لحتى نشيل الفات من حوالي هالمنطقة؟ هدول الكرانشز رح يساعدونا تنقوي العضل، بس مش رح يروحونا الدهون، واز لونج از بعد عنا دهون قدام الماسلز مش رح نقشع ابدا السكس باكس اللي اذا بدك عم نحلم فيهم. دونك الدايت والفات هن اهم شيء تيروحوا الفات. سو اذا عملنا كثير ابس ما رح يقدم العضل قوي، ما رح يبين اذا في لايرز. اي نوع اكل فيها تاكل وسناكس وكم مره وكل هالتفاصيل؟ اوكي، اكيد ما في شهر معين هي رح تخلينا نروح الفات من البطن، لا التشيلي بيبر لا الجرين تي، بس اذا بدك هو تعدد الوقعات during the day هو الجود. يعني فينا نعمل سناك، فينا نعمل باندومي مع بينات باتر. بينات باتر ما في كتير كالوريز، هو فيه فات بس فيه جود بروتين، دونك اذا بدك اتس هيلثي، يعني بعد احسن ما نحط شوكو ماكس. بينات باتر از باتر. اوكي، فينا نحط كمان مربى بس نجيبها لو ان شوجر او من دون شوجر ادد. طيب هيدي ساندويتش عم تقولي بينات باتر اكلناها، رح يروح الفات الاكسس فات للاب، كيف بدنا نشيل هيدا الفات؟ الطريقه هي انه ما ناكل وقعه كثير كبيره، يعني مش انه بس ما بناكل كل النهار بس بنتغدى وقعه كثير كبيره، لازم نقسمهم 5 تايمز بير داي، يعني ترويق او غدا وعشاء واثنين سناك، بتضل معدتنا اذا بدي كنترول مش انه كبيره. هلا في اوقات بتلاقي انه جلدي مرهله وفي طبقه هيك سميكه نازله طالعه لبرا عند معظم النساء. صح، للاسف. شو هيدي؟ هيدي دايت ما خسر، يعني اذا بدك كل شخص عنده نوعيه جلده، مثل الجلده اللي بتعمل اكثر سيلوليت او ما بتعمل، ذات الشيء رح يكون في ترهل عندنا بالجلده. احسن شيء انه ما نلعب كثير بوزننا، يعني كل ما رح ننصح ونضعف وننصح ونضعف هالجلده رح تروح وتزم وترجع تسمك. في عوامل ثانيه بتاثر على الفات بقلب الجسم وخاصه على المنطقه هيدي، اللي هي غير الدايت النوم والستريس. النوم اذا نمنا اقل من 5 ساعات او اكثر من 8 ساعات نيناتهم فرجوا انه عم يتكدسوا الدهون بالبطن. سو مش بس المهم نعرف ناكل كثير منيح ونعمل رياضه كثير منيح، النوم كثير بياثر. مشان هيك لازم نروح على جيم ونرتاح، يعني وقتها نعمل اكسرسايز بنريح الجسم، يوغا يوغا ديستريس ونوم منيح. اكيد ما لازم تفشخل قبل اكل، بنعرف انه الاكل هو الايموشنال ايترز كثير كثار، بنفشخل انا بالشوكولا او بالتشيبس، بنجرب نفشخل انا بشيء ثاني، يعني اليوغا مديتيشن بيلاتس السبار، يعني بيروح الانرجي زي تو بامبر او سيلف مساج نعمل. صح كمان، كثير منيح، تستاهل معلومات بتجنن. ثانك يو سو ماتش. يور ويلكم.